جينا كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في اي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في اي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك قرية والمدينة في مدني او في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم حبابكم قناة الشروق. ترحب بكم ترحيب شديد وبرنامج مسرح في الهواء. الليلة بيطرح موضوع بنفتكر انه من المواضيع المهمة جدا جدا اثناء التمثيلية حنقدمها او العمل نقدمه. اذا اي زول حس بانه ممكن يشارك حبابه، اذا بعد ما تنتهي العمل او تنتهي التمثيلية بعد ذاك داري يشارك ودينا وجهة نظره برضو ان احنا محتاجين لها عشان بتدعمنا. وكثر خيركم على الوقفة دي وبارك الله فيكم. نشوف الموضوع. لا 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 بلاش الاعاد. لا 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 اها اللي بيسوي فيه ده لا 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 بسوي فيه شنو يعني يا اخوانا؟ نفاج نفاج فتحوه بين بيت وبيت ودير فتحوا النفاج بين بيت وبيت. النفاجات دي فتحوها يا زوجتي العزيزه عشان الناس تتقرب لبعض، عشان الناس تشوف بعض، عشان الناس تفقد بعض. لكن انت عملت انك بقيت زي الفار زي الفار، تدخلي بين الفاج وتمرقي بين الفاج، تدخلي بين الفاج وتمرقي بين الفاج، تشيلي في الجوالات، تشيلي في القطيعه، تشيلي في النميمه، شنو يا اخي حكايتك يا اخي؟ النفاج ده عملوه عشان الناس يخشوا على بعض، عشان نشحد من بعض، عشان نتعاون مع بعض. فيها شنو يعني كشحت التوب؟ التوب ده حق حاجة السر ابو جيج القديم الزمان. يا يما خاتاه لما تلبس حاجه سر تقول مارق من خشم بقره، جبته وغسلته وكويته وطقمته عليك. الله رايك شنو في الطقيمه دي؟ طقيمه؟ اي انت مخلي حاجه سره ولا حاجه نفيسه ولا حاجه كلتو؟ انت ما شايلين كله. انا مقصر معاك في حاجه؟ لا انا مقصر معاك في حاجه ما مقصر ما مقصر. اللي بوديك تشحدي من الناس شنو؟ الناس لبعض يا اخواني، الناس لبعض. كشحت فيها شنو يعني؟ كشحت حبة ملاح يا حلال الشحدة زمان. لما انت تقول الدنيا طرقت كسرت فعلك الطبق كله، هسي هم بدو الا بحمرة العين حتى يدوك. يا اخي انا عرفت انك بتمشي تقلعي قلع، انت بتمشي الجيران بتقلعي قلع. ما معقول يا اخي. والله العظيم انا شحتي ودوك مالو، لكن انت بتمشي تقلعي. انت عارفه انا جاتني كم زول يتكلم معي؟ أه. عارفه لقيتني كم مره في الشارع قالت لي لما ارتقد عليك يا راجل؟ لما عارفه كلمه لما يعني شو؟ انت ما بتعرفي يا اخي، انت مجرده من الاحساس والذوق. لا لا والله عندي احساس، عندك احساس والله. اقول لك حاجه، انا عيني دي ما قويه ولساني سليط. يوم داك لابسه توب نفيسه في المناسبة، أنا قاعدة في الصينية، قالت لهم التوب ده حقي حمرت لها كده حمارة. بعد شوية جات قالت لي لا لا والله أنا بهزر معها ساكت. داعي داعي للحمير ده؟ ده الغرض اللي عملوا لنا النفاج. جدودنا زمان لما عملوا النفاجات دي عملوها عشان الناس تتواصل مع بعض، عشان تتحانن مع بعض، عشان تفقد بعض، ما عشان تدخل والتياب هينا والعدة هينا. انت ما مخلي حاجة، انت بتنقلي كلام. فلانة قالت وفلانة سوت وفلانة ودوها وفلانة جابوها وفلانة خدتوها وفلانة رفعوها. هاي هاي مالك مالهم يا اسكت اسكت، سمع عليك كلام. اجيب سمع عليك كلام اجيب. قول واحد
ماشي النفاج ماشي الجملاق يا ها سمعتي شنو؟ داريني طلقوها ها شوف داريني طلقوها مالك 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 ما ما تمشي تحنس الراجل ده يدخلك شنو في شؤون الجيران والنفاج ده عمل لي شنو؟ ما لي حاجة زي دي عشان كان حصلت مشكلة انت تمشي تتدخل تحت يا عارف الناس السترة واجبة يا راجل قلت لك حصل الراجل ده حصل بيناتهم ولا تقول لي حصلوا حصل الراجل ده ما يطلق المرة حصلوا يا اخي اقول لك حاجة أي. انا لمن امشي لناس عثمان جارنا ده بمشي بالباب عديل النفاي ده عملوكم انتو والاطفال يقربوا لكم المسافة من الشارع لكن انا بمشي ليه بالباب عديل انت ما عمل عشان تمشي تربط الكلام وتربط المشاكل وتجي تقولها لينا لا لا والله انا المشاكل لما مشيت المشكلة دي هسي المرة دي كانت اتطلقت لكن قلت لي يا راجل اقيف دي ام اولادك ما تشكل معاه ساكت في الهينه والقاسيه انت عارفه مشكلتهم شنو؟ ها؟ عارفه مشكلتهم شنو؟ شنو؟ نظامه زي كده اعمل حسابي اعمل حسابي برضه هي شكوى منها ماشيه داخله بين نفاج وبارقه بين نفاج عامله النفاجات دي مجاري جاريه كده وجاري يا بنت الناس يا بنت الناس اعقل شويه يا اخي انا ما مقصر لك في حاجه العده جايبه لك الفضيه عندك مليانه الدواليب عندك مليانه تمشي داري لك كوبايه تمشي تجيبها من الجيران هاي لكن ما شفتك بابي سعديه وما علي عندها طقم بتاع سرامس جوني ضيوف يا اخواني ما اشيل منها دايره اكل ولا ما طقم بكف فيه للضيوف وبقدم وبرجح لها السرامس اللي انا جبتها لك هينا موضة قديمة موضة قديمة في حاجة طلعت حسي موضة جديدة الله بدلين انسد العدة ها بدلين انسد العدة ابدل القديم شيل الجديد لا 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 دي بجيبوا لها من وين انت عندك مرضى اسمها دي بجيبوا لها من ابو ظبي يا اخي ظبي انت عندك مرضى اسمها الشحذة انت عندك مرضى اسمها حق الناس والله بريده ها والله بريد حق الناس هاي لكن كده ما صح هاي لكن ما برجعوا مالي والله التوب ده يا دام حسي شايله منها له 3 شهور بس لابساه 3 شهور اي وخليت ليش مطيب بتلبس شنو ماله هسي عليه وشنو ما جديد هذا محافظ عليه وشنو هسي جا وشنو التوب ده الزول مش هذا الزول من الحاجه مره واحده يمشي بها مشوار يقضي بها ماموريه 3 شهور التوب يا سامي حرام عليك يا اخي يا إلهي والله اقول لك حاجه هاي 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 من بعرفن البسن ولا بعرفن تهندمن والله العظيم يوم ذاك واحده اسمها سرقت لي يا ساميه قال لك الله جابوا لي توب جديد تعالي البسي لي عشان اشوفه فيك منظر وكيف يعني بديتي من كان يفتوا عليك الهدوم ويتفرجوا فيك انت واهمه نفسك والله انت واهمه نفسك يا وليه ده وهم في راسك ده والله ما وهم زي غيرك والله ما وهم العجب كان جيت طويله شويه كده حي انا جابوني ما دقت دوري صايره حي الحمد لله ما جيت طويله كان عزبتيني عند حبوبه كده ما دقدق لي ورا شكيت عليه منه حبوبتي دي جبدتني لكن كان جيت طويله وكان جيت فارع اكد التياب دي اللي بعمل فيه شنو وما علي كفاك عليك الله التوب ده كفاو رجعي لي سته واعتذري ليها 3 شهور 3 شهور توب ده توب ولا اجازه هيا يا بهي هي عجوزه ولا قاعد تم يا اخي انت مالك يا توب خليني نستفيد منها استغرد وليها خليني استفيد منه جاره ثانيه يا اخي ما ممكن دي انانيه منك وحب نفس وحب ذات اقول لك حاجه انا ماشيه ناس طاهرة داني طاهرة قالوا ما جات امبارح من ابو ظبي ماشي اشوف جابوا شنو واشيل منها شنو اصبري يا اختي عليك الله تعالي عليك الله تعالي يا بنت امي الجيران كان يشحدوا فيها حاجه اها عليك الله فيها حاجه يعني كشلت توبي كدي دوشيت بيه وجيت بيه وفيها حاجه وكان تم عندي 3 شهور يعني شنو يعني؟ لا لا كم ما فقدت قيمته هي ما اشترت عشان انت بتجامليها ولا شنو؟ ها؟ هي ما عشان تتمتع بها ولكن انت ممكن يعني تقضي حاجتك ولكن ما يتم 3 شهور اجي لا انت بتجامليها يعني كلامك ده مجامل لا لا ما جاملت لي قالت لي ما يتم اها 3 شهور شيل التوب 3 شهور 3 شهور ده عدم زود ده عدم زود
امشي عليك الله بلا عدم زوج معاكي امشي كدي يا ولد عدم زوج كلامي ياك ولا ما ياك كلامي ياك ولا ما ياك ما عارفه تفهم الثوب هدي ما عارفه العده انا كان وريتها الصحانه اللي انت شايلها من زمن عرس حسين جارنا ليابسي كان عرفت حاجه كان لك صينيه فيها 40 صحن يا بنت الناس دايره بهم شنو اقول لك حاجه قولي لي هي لكن اليومين دي ما العده زادت فيها طقين طقم بالبرتغالي قول يا للحق اطلبوا يضي لك الصين القديم ده ما دايره هاي لكن تشيل العدة من الناس تكفلها بالدولاب وبتكفلها بالمخزن بشهور يا بنت الناس كلامك ده عوج كلامك ده غلط الجيران ما بيستهلكون كده يا يستهلكون كيف يعني يستهلكون يعاونون وقيفوا معاهم وشوفوهم دايرين شنو ما مقصر يا من بالله اي مناسبة حقتهم انا اول واحدة بقف المناسبة ما بتمشي المناسبة عشان تسمعي قالوا شنو وسووا شنو ودي قالت شنو ودي ودت شنو ما بتمشي المناسبة عشان تقيفي معاهم وتخدميهم ايوه عرفتي انا بتجيني اخبارك ما تفتكر انا قاعد في البيت ده طرطور انا عارف اي حاجة اخبارك بتجيني بالحتة من تدخل البيت الجبنة التشربية الكلام اللي تقوليه الجوالات التنقولية يا بنت الناس مالك يا راجل هاي هاي امشي شوف لك ردهم معاهم انا ماشي انا في حاجة فاطمة دي امشي كده امشي يا امشي زهقتينا يا لا انا داير اعرفك انك انت معارض النفايده في شنو؟ ما في له داعي كيف النفايد ما في له داعي؟ هاي ما في له داعي ياخذ حاجه كانت زمان موضه قديمه يا خنتات النفايد ما في له داعي؟ هاي ما في له داعي موضه قديمه وكانت ايوه موضه قديمه ليه ما نتمسك بها؟ ايوه زول يكون قاعد في بيته مستور يا اخ ما تعرفني ذاته انا اكلت شنو ولا شربت شنو؟ البيت ده ما ستره اقفلوا علي ما في زول يجيني يا اخ احنا ما ممكن افتح لي نفايد اكون ناقي كذا قال لي زول واقف لي في راسي كذا يا اخ معقول يا اخ فجاه كذا معقول يا اخ لا يحمل لا دستور ده كان زمان لما الناس كانوا طيبين الناس من هناك يا ساتر ناس البيت كيف حالكم كنا عليكم طيبين هسه ما في كلام زي ده هسه الزاد بالقلينا فاج بس تقعد قاعد قدامك يا اخي معقول يا اخي معقول يا اخي النفايد يا اخي بعرفك انا انت كان طيب كان عيان كان عندك حاجه يا اخي احنا ما عندنا ادب ما عندنا ثقافه ما عندنا استئذان يا اخي يا اخي الاستئذان ده جابه في القران يا اخي الله قال كده يا اخي الله قال الناس استاذنوا تخش ساكت يا اخي يا اخي نحن ناس الكرم وجود يا اخي ناس الكرم وجود كرم وجود ده كرم وجود ده براوي يا اخي كرم وجود ما ممكن زول انا قاعد في بيتي فجاه قال لي زول واقف قدام يا ابراهيم يا اخي تتكلم كيف يا اخي بعد ان الناس بقت نظام الشقق الحوشان دي خلوها ذاتها بقت موضه قديمه يا اخي ما في زول بيبني له بيت عمل له حوش يشيل وطه ذاتها وين عليك الله يقسموا فيها الله يدينا بعدين شبر يا اخي عليك الله بالله خلينا يا راجل يا راجل استهدى بالله يا اخي استهدى بالله في شنو؟ تكفلوا كيف تكفلوا كيف انا ما دارك تكفلوا يا اخي انا 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 انا, أنا حوش ذاتي ما دايره خلينا نفاجئ حوش ذاتي ما دايره يا اخي ابني بس طوالي كده الباب حق الاستقبال طوالي بس حاجه صغيره ضيقه كده بس طوالي مع الشارع عشان ذاتي اختصر مين يجيني زول يقول لا والله ما شاء الله بيت واسع انا عندي طلبه كده يعني يقعد معاك انا فاتحتك يا اخي يا اخي زول ما بيبقى براو يجي يقعد معاك يا اخي الله يرضى عليك الناس ما بتحس الناس بقت ما بتشعر يا اخي زول ما بيبقى براو يا اخي ما بيبقى طاقه يا اخي ما بيبقى براو يا اخي يا اخي الحياه بقت طاقه ما بنقدر يا اخي احنا اولادنا ما قادرين ناكلهم يا اخي جيب لنا حاجه ثانيه كمان ناخذها معانا يا اخي يا اخوانا بسم الله يا يا اخي احمد الله يا اخي الحمد لله يا اخي احمد الله يا اخي الحمد لله يا اخي الضيف زمان بيجي الساعه 12 يا اخي الناس بتغيم عليه يا اخي الدنيا كانت بخير يا اخي لكن كان في والحاجات كانت في اسع ما في يا اخي ما في يعني خط الراحة عشان ما هي تخش بهنا تمرق بهنا تلقاها ما في شيء قالك الله خلينا يا خط الرحمن في قلبك ها انا خط الرحمن في قلبي خط الرحمن في قلبي لكن خلاص يا اخي انتهينا يا اخي بقت ما في ذاته يا زلمة ما بيشتغل بالثاني نحن نطلع من الصباح ما فاضيين عندنا شغل يا اخي زمان زمان نحن 15 في البيت 15 نفر من بيت من ولد لبنت لاب لام لخاله لعمه 15 نفر في البيت فرد نفر شغال واحد زول واحد شغال ياكلهم كلهم وبنية صافيه وكلهم يجمعوا اسع 15 نفر 14 يكونوا شغالين يغلبون زول واحد ياكلوا على الاقل خلينا خلينا يعني خلاص يعني خلاص المروءه انعدمت المروءه انعدمت خلاص وينها؟ ها؟ وينها؟ المروءه انعدمت؟ لا قاعده المروءه قاعده ونحن الخرس بنملاه وبنكرم ضيفنا دي راحت ساي ده شير ساي ده شير بشر اسي داير اقول لك حاجه هاي؟ انت ده النفاي ده اسي ده كان بالليل هاي؟ جاتك خمت نفس ولا نفسك انقبض ها هاي؟ انا بالنفاي ده ما بسمعك ما هموت وهمسايا على كلامك كله انت بتبقى براك بتبقى براك من غير الناس انا ما بتبقى براك من غير الناس
ابراهيم انت دار تعيد الماضي؟ دار تعيد حاجه زمان؟ نفاج وناس طيبين وكيف حالكم والعصر ليه ما تنعاد يا اخي؟ والناس رايقه وبالراحه والحاجات عليه راحتها وكذا والغدا جو بالراحه وخذت الغدا واكل واشرب الشاي واليوم راقد ده ما هذا انتهى الموضوع انتهى الساعه الزول يطلع الصباح يشتغل يمرق يشتغل في حته ثانيه عشان يقدر يعيش اولاده عشان يقدر يقريهم عشان يقدر يعلمهم عشان يقدر يعالجهم يا ابراهيم معناته انت بعد شوية حتشك في ظلك ده حتشك في ظلك ده انه حيطبعك هنا ده حيطبعك انا ظل ذاتي ما بثق فيه صح الكلام ده ولا ما صح؟ انا بعد اشوف انا والله ما تقول لي مروه وتقول لي هنا المروه شنو ده كان زمان مروه شنو هسه وين المروه عليك الله يسلمك لقيتك مروه انت؟ في والله في والله في ناس والله في ناس اصحاب مروه وين؟ والله اصحاب شهامه والله في والله في المليون واحد والله ادخل لي رمضان والله في المليون واحد والله بيقفوا بالعمم في الزلط بيشدوها كده للبصات يعني انا انتظر رمضان الخير يبقى بالمواسم انا انتظر رمضان انت كم انا انتظر رمضان انتظر رمضان لحد ما يجي عشان القليز وشهر العمه خش هنا عليه الطلاق تاكلوا عليه شهر رمضان انت كم بديت رمضان انا من سنه لسنه انت كم بديت انا فكت منه ولا شنو ده ما فكت منه ها الفاكه منك انت عبد الحكيم عامل نفاج بيني وبينه ايه ومصير عليه وهو دارك فيه يا ابراهيم ها دارك فيه لا لا يا اخي دارك فيه بيني وبينك والبيني قعد قفل وقول يا اخي عندي مره من الجيران يا اخي ما من الجيران سيف فايت وكل ما جاي تمر في جاي تجيب لي المشاكل يا اخي انت قبل كده قلت لي انا بكون حريص عليها يا أخي. انا بمسكها غلبني ها غلبني كله خلاص بقى النفاج كله بوظت لك فيه الحل الوحيد انا كنت يعني لما قعدنا انا وانت ولقينا قاعد أبواتنا الله يرحمه قالوا لنا النفاجات دي كان فوق رأي لكن هسي بقت حاجة ثانية تك تجيب القوال يا إبراهيم وتجيب الصواطة وفلانة قالت وفلانة ما قالت يا إخوان الكلام خلاص طلع منا الحجار طلع منا الحجار خليها تسكت سكيتها يا أخي سكيتها يا أخي أنا ما أعرف أسوي شنو بوظت علينا النفاج بوظت علينا النفاج بوظت الفكرة كلها أساسا إحنا ما كنا أساسا دايرين زي محمد دا والغير 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 يعني يغيروا مننا يغيروا مننا يعملوا نفاجات انا غايته واقف مع محمد ده في حكايه قفله دي عشان بس مرتي ما عشان حاجه ثانيه ابراهيم داريت عليه بالباب يا اخوي ها داريت عليه بالباب انا دارك اجيك بالباب حكايه نفاج دي بقت ما نافعه جاب لنا هوا عديل هوا 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 ما معقول يا اخي يعني حس يا اخوانا احنا نحن نخلي النفاج حس هي وين كيف نخليه صايت الحته ها الحياه غيرت زمان الناس كانت ضمائرها صافيه وفاتحين النفاج حاله واحده لكن حس بقت والله ما بيحترموا النفاج يعني حس احنا حنبقى قاعدين ما قاعدين يحترموا النفاج حس في الوقت الحاضر ما قاعدين معناته عشوائي انا اخوي ودمي وهو ما بخليه يخش علي والله ودمك ودابوك قافل بابه وقفل النفاج هذا كويس لكن يا اخواننا ما هو كويس لكن الحياه هي خلت الناس تعمل كده ما ممكن احنا نغير الحياه دي ما ممكن تغيرها ليه ما ممكن نغير الحياه كده بقت غاليه وبقت صعبه جدا جدا ايوه ها بقت صعبه جدا جدا وثقه ما في كلام ما في ثقه كيف الكلام ده ما في ها الناس ما واثقه بعض ما بتثق في بعض ايوه يعني حسيت انت بيشك فينا انا وانا اشك فيك ايوه طيب الفايده اخوك بيحتال على حقك بشيله اوب اوب اها يبقى تاني الضمائر تكون صافيه زي زمان انا سامع عليك وراك المعامله والله والله قالوا لي داير تكفل النفاج تكفل النفاج نوض على الجيران بالحيطه يا حلفت بالله انوض بالحيطه يا مرة ده انا اكلم معاك قدام راجلك ده ايوه انت اولا حاجه زولا بتنقل الكلام وبتشيل الجوالات وبوظت سمعه النفاج وبقت ما في صيغه من الناس كويس شنو ما ده النفاج اصلا ما عملوا له كده النفاج عملوا له التوادد والتراحم بين الناس والرسول صلى الله عليه وسلم وصالب الجار وصالب الجار احنا نشيله في راسنا ده ونحترم ضيفه ونديه كويس ويدينا يدينا ملاح ونديه ملاح يدينا الكسرة ونديه كسرة يدينا رغيف ونديه رغيف ايوه ده النفاج عملوا له كده التبادل ده المحبة دي المحبة دي عمل الجوالات واتصلني توب علي الليلة وما شفت فلان هو ما هو شغل غير كده يا ابراهيم هاي هاي رغيف شنو اللي بده وملاح شنو اللي بده يمين بالله يوم ذاك مشهد دفق الوساخة لقيت الملاح ده مربيتنه في الاكياس وخاتنه في الوساخة كان ده له مساكين يا ناس كان دول مساكين مالو عشان كده الناس دي انا بمشي بخش عليهم بقلع منهم قلع هاي لو هم اصلا عملوا نفاج ما كان الملاح ربطوه في الاكياس وجدعوه في كوش جدعوه لو عملوا نفاج كان بيعرفوا حاله التجار معلو طيب مالو بيت القوى طيب جعان عنده عملوا نفاج استغلوه استغلال غير عادي
واحدة زي دي بتمشي وانا بكلمها 100 مرة بتمشي بتدخل تجي تقول لي فلانة قالت وفلانة سوت وفلانة ودت وفلانة جابت، في داعي ليه ده؟ انت ما متهاول ليها؟ مالو انا متهاول ليها؟ هاي هاي هاي. انت الربوك عليه جدودك والنفاجة وخلوا لك ورثة ما كانت تفهمها له؟ كانت قاعدة فين وقت ما مرتك؟ ها؟ ها؟ صوتكم عالي كده وشنو ما تكون، ما قلنا لكم انتوا لسه ماسكين موضوع النفاج، ما قلنا لكم الموضوع ده ما بينجح يا اخوانا، ما تتعبوا رقبتكم ساي. انا وقفت كل ذلك في العلبات ويقعد اخوانا. كلامك صح. البنا من طوبة، البنا من طوبة، نبدا نحن يا محمد نبدا نحن. الناس اتغيرت يا ابراهيم، الزمن اتغير والناس اتغيرت. يا اخوانا الكلام ده ما تقول يا ما تقول لنا رايكم فيه يا اخوانا. يا راجل هوي النفاج ده ما اكتفله، تعال والله ما اكتفي، ما اكتفي. انت لك طيب ولا هاي اوصل الجار. ايوه قال ما زال جبريل، ما زال جبريل وصل بالجار حتى ظننت بانه يورثني. الجار شيء عظيم، اذا كان الناس تغيرت انت ما لك علاقه بالجيران، صفي نيدك كلنا استطلاعات. الله يديك العافيه يا اخي، الله يديك العافيه، شكرا لك والله، الله يديك العافيه يا اخي، كثر خيرك وبارك الله فيك. اه زلك ما دارك ابراهيم، الله ما شاء الله الدنيا اللي تعمل خير يا جوا. ها زلك ما دارك تجوب الرجال وزول شغال يطلع من الصباح مو فاضي رافع القزاز فوق ما دا شغال بهذا زول، تقول له افتح نفاج بالرجال يا اخي. انت شغال بتخلي زول في البيت، كان جاته مصيبه ساي يا اخي النفاج ده بوريك. مجوب مجوب الباب. ها مجوب الباب اخوانا، النفاج ده بينفع؟ انتوا رايكم شنو النفاج ده بينفع في الزمن ده؟ النفاج بينفع جيد جدا، وبيعمل الترابط والخوة بين الأهل، بيديك ده وبيجي ليه ده وبتخش فيه خوة، بتكون في حاجات، لكن لما يكون ما في نفاج بتكون ما في خوة، ما في تعامل، ما في ترابط، ما في أي حاجة بين الناس، وما في أي خوة، ما في أي تلاحم، أصلا بيكون في سلام، في جاري وجاري وجاك وحاجات زي دي. نحن محتاجين كشعب سوداني نرجع لعاداتنا وتقاليدنا، ونسخر الواتساب والفيسبوك في مثل هذه الأشياء الطيبة الكريمة اللي انتهت من الشعب السوداني، لكن النفاج قد يكون موجود في الأغاليم وفي الغرى. النفاج ده صلة وترابط بين الناس، وفي في العاصمة هنا قلة، لكن لسه الحمد لله في الريف وفي في أصقاع السودان موجود، وبتبادلوا بين جيران الخدمات، وليه هسه الحمد لله والدنيا بخير. الزول يقول لك السودان انتهى، السودان ما انتهى، والسودان ذاته ما بينتهي، لانه دي عادات موروثه من جدودنا ومن اهلنا القدام. النفاج ده ما بينفع، دي عادات قديمه سيئه جدا جدا. ايوه ما بينفع. مش هاي نزل القران ايات ذاته في الـ في الـ في الكلام ده، في الكلام ده عذاب الاستئذان. تغير الابن ادم، الابن ادم تغير بياته طبع بالمعيشه، والناس بقت ما فاضي، يعني بيت القى من الصباح بيقوموا بيطلعوا ما في زول بيكون قاعد، يعني النفوس في صح، في نفوس ما طيبه، في بين الاخوان في اختلاف، لكن احنا شعب والله يا جماعه اقسم بالله بنحتز به، والله شعب طيب، الشعب السوداني ده والله شعب زيه ما في والله، والناس اذا مرقت الغربه برا وشافت والله احنا زينا ما في، في البيكن بتلقانا، في الكره بتلقانا، في اي حاجه. اما شغلات النفاذة والله في يعني اسع في بيوت لا ما زال الحمد لله في الغرب وفي الاغاليم شغاله. والله والله داري مجهود، يعني ما حاجه صعبه، الناس اذا النفوس طايبت والناس قعدت وشافت انه اذا انا مرطة اقرب لي سجارة وهو النفاذ حيشيلني وحيشيلني انا وهو اللي حيزعفني، يعني ما في حاجه صعبه، الناس كيف بس نفوسها تطايب والناس انها تقعد وتشوف الشغله دي بين الجيران، اذا الجيران اتفقوا اللي قدام بتتعمم ان شاء الله. المساله مساله النفاذ دي هي عادات قيمه جدا وموروثه مغروسه في الشعب السوداني، انا غريب جاي من الغرى والله. الحاجات دي حتى في العاصمه لو شفتوها في رمضان ظاهره. الناس في الشارع بيخطوا فطورهم في الشارع، بيتواددوا، بيتراحموا. نحن في الخلا هناك هسه في الغرى ولله الحمد والله في الموت، في الفرح، في الكره، في اي شيء بتلقانا متواددين ومتعاطفين. في حاجات صغيره صغيره ظهرت اللي هي عمليه الحيشان الكبيره والبوابات بتخلي حتى الضيف ما يجي. الباب خلوا فاتح بالنهار ده عشان يجيك الضيف، يجيك المحتاج، يجيك السائل. عاداتنا موروثه اصلا ما تغيرت. والله سودانيين اصليين. الحمد لله. نحن عاداتنا موجوده في كل الشعب السوداني. والله من شرقه لغربه. يعني النفاج ضروري مهم؟ ضروري ضروري، ونشدد عليه بضروره انه نحن نتمسك بعاداتنا القديمه دي. قلت لك شنو يا ابراهيم؟ يا اخواننا نحن لازم نعمل جمعيه دي ولازم تقوم. هاي. والحمد لله ينجزنا فيها حاجات ومهمات كثيره. والله الناس كتار ما شويه. هاي يا اخواننا. هاي. نحن عندنا جمعيه. هاي. والجمعيه دي
ان احنا حنشتري منها حفارات أي. وحنشتري منها صيوان أي. وحنشتري منها مواتر عشان تنقل الوساخه أي. من الحي أي. وده كله نحن حنعمله لقدام أي. ان شاء الله حسي الحمد لله توفرت كم غرفه بتاعت صيوان وتوفرت حفارات أي. وتوفرت حاجات سمحه وحفاظات للمويه وبعض الكراسي أي. ولسه محتاجين لكراسي وترابيز. الصندوق حق العلاج ده اهم حاجه والله. الناس اللي بيمرضوا كثير خلاص وبعدين ما بينقوا والزول بيمشي بيشحد وفي ناس ما بيقدر يشحد ومتعففين ما بيقدر يقول ادونا. فنحن المفترض نعمل لجنه زي الاجتماع اللي فات قلنا نعمل لجنه لكن ما في زول اشتغل بالموضوع ده. الناس كلها انفضت وكل زول مشى شاف شغلته. المفترض يا ابراهيم ان احنا اللجنه دي نكرر عليها عشان تعمل لنا دراسة تشوف الزول المحتاج منه والناس الزول العيان منه واللي عنده مرض مزمن منه عشان بدون ما يجي يقول لنا لأنه في ناس بخجلوا ما بيقدروا متعففين ما والله بيقدروا. يا محمد كويس إنك اتزادك حسي انضميت لفريقنا وصبرنا عليك عشان كده الناس المخالفة دي نحن لازم نصبر عليها والبيت جاي معانا مرحب به وحباب وحشرة. أنا ما لقيت الفايدة بصراحة لقيت الفايدة عشان كده قلت يا أخي دي خدمة للناس وممكن ذات أنا أحتاج. كتر خيرك وبارك الله فيك كتر خيرك وبارك الله فيك. ونحن يا اخواننا احنا حنبدا جمعيتنا دي واجتماعاتنا زي ما قال لكم محمد نحن لازم نقعد لها عشان نعرف البيننا والعلينا. بس لجنة الصحة دي مهمة. لجنة الصحة لجنة الصحة الصحة والعلاج اها يا اخواننا اللي بنضموا معانا منو دي اهم حاجة. اها جانا واحد قال انا بتضم معاكم لا ما شاء الله الناس كتار والله يا اسدي فاتوا كم وصلوا 200 وحاجه ولا كم ما بعرف كتار شديد ان شاء الله ربنا يكثرهم خلاص احنا دايرينك يعني تكون مسؤول من اللجنه تعب على الناس الثانيين برضو ان شاء الله حسب مهنتك الناس اللي بيعرفهم لا خلاص كلام جميل ده كلام كويس انت معناته شغال قريب معناته انت تقوم تلم ليله بعض الشباب النشيطين الممكن يفيدونا في الجمعيه دي ونقوم نعمل بهم لجنه عشان يتفقدوا احوال الناس. عندكم ناس مساكين هناك في حيكم ده مربوعكم؟ لكن احنا يعني شغلنا اليوم كله في الشغل نطلع من الصباح بنيجي داخلين البيت الساعه 11 بالليل. والله ربنا يعينكم والله ربنا يعينكم يا اخي. شوف الزمن اتغير كيف ربنا يعينكم بس غايته. شكرا كتر خيرك كتر خيرك وبارك الله فيك. ها اخوي انا بمشي انا بس انا شفت لجنة العلاج دي عندي مهمه والله صراحه كده لان والله يا ابراهيم في ناس متلقى متعففين بخجل وما ما بقول ادونا. نمشي نحن نعمل لهم دراسه نكتبهم كله ونجهزهم عشان نضمهم للجمعيه ونشيل اشتراكات ونقول لهم انتم بتحتاجوا يعني زي التامين والله التامين. والله ده عمل والله ده عمل عظيم ينزل في الجمعيه جاته حاجه انا يلقى الناس واقفين معاه يلقى الصيوان يلقى الكراسي يلقى الغسالات يلقى الصحانه يلقى العده يلقى اللمبات يلقى الاضاءه يلقى الكشافات يلقى يعني اي حاجه تكون جاهزه. انا تكلمت مع ساميه واتكفلت بانها تقوم تجيب نسوان الحله وتجمعهم وفيما يخص الاكل والشراب هم بيحضروا له كل المعدات وهي ما اعرف هسه عملت شنو لكن هي هسه في اجتماعات مع النسوان وبتجي تورينا حاسه شنو والله انا سبادي طبخ براوي يقول لا لا القرشه الفلانيه براوي والله براوي هناي ميزانيه احنا ما عندنا مشكله اللي عنده استطاعه يجيب طباخ يجيبه لكن اللي ما عنده استطاعه نحن الجمعيه تقوم له بكل الواجب. خلاص انا بمشي لناس حي هناك والمربعين اللي جنبي كلنا عشان اقدر اعمل لهم حصر واقدر اجيب لكم الناس المحتاجين واقول لهم انضموا معنا عشان العدد يزيد. كل ما العدد زاد كل ما القروش كثرت كل ما الميزانيه كثرت كل ما نحن قدرنا نغطي جزء من الناس. خلاص انا ذاتي انا بمشي انا بكلم الناس زي كلهم وان شاء الله بحدد لهم مواعيد بتاعت اجتماع جديد. لكن والله في ناس كده يمكن كثيرين الله يكفينا شرهم بس مليون بل لا بجدعوا لا بجيبوا الحجار لا بخلوك انت تجدع لا بخلوك تجيب الحجار لا ما بس غايته الحمد لله بس نصبر عليهم بس بالراحه عليهم بالراحه مرات ما بتنفع مرات بيجيبوا لك خلاقك هنا اي لكن بيشيل منه بالرجاله ما بتلقى الناس كلها ماشي بالرجال واحد بس بتلقى زول مكنجر بيقول لك لا بس ما داري يجيب يعني لامه شديده خلاص في لامه في لامه شديده والله في اي ما في زول بحرن في والله بس في ناس حمار بس حمار بس دق كيف لك دي خلاص ثاني ما بيتحرك كله لا شنو ده لا في تفاهم لا في راي لا في وجهه نظر لا في ناس لا في خاطر لناس لا في الناس الزول بيكون عنده خاطر شويه كده للناس ما صح والله عنده خاطر ده تلقاه كان مشى المغابر ما بيحفر ما بس يقعد في القبر يقول له اكل هنا واكل هنا واكل هنا لا 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 يا اخي ما تعصر على ود الحد ما تعصر على ود الحد ضامين بس يا اخي ما كبرتها يا اخي انت شرمتها وقعتها كله وهو ما بيشتغل ما بيشتغل انت كنت تعرف ما جاي انت لا يوصف لا من نظراتيه من نظراتيه امشي هنا
واعمل كذا وسوي كذا اكل هنا اكل هنا اكل بيجاي اكل بيجاي اكل بيجاي ما ترفع لي فوق ما ترفع لي فوق لا 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 ده خليهم ده ما ينفع معنا نحن دارين الناس بتاعين شغل والله انا بخاف عليه الازمه تجي هنا في راسه سدت ما بننقر وداك برفعه كذا ولا بزح راسه دايره التنظير دايره التنظير نتكلم دايره نتكلم دايره قال فرصه كان لازم يتقطوا هنا كان بالشقلب بالشقلب بيدفنه هات بس ربنا يعين ربنا يعين بس ها نحن نمشي انا اجيب لكم اعمل لكم الدراسه واجيب لكم الناس الجنبي عشان القصه دي تكبر شويه خلاص هاي كل ما العدد يزيد كل ما كان في صالحنا خلاص ان شاء الله هاي يا اخواننا ما تنسوا الاجتماع السبت الجاي السبت الجاي قدام الدكاكين قدام الدكاكين السبت الجاي ما تنسوا يا اخواننا ما تنسوا رافع نهارتك في السماء مرتك ما لما بتخش الجمعيه قالت لي راجلي حماني قال لي ما يخش الجمعيه حريمي ثلاثه منعتين ها الثلاثه منعتين وهددت هنا اي واحده فيهم تدخل الجمعيه ثاني ما تجيني في البيت خلاص عايز. لما تحصل لك حاجه خلي حريمك ده يجي يفليك الناس بالناس يا اخوي حاجه زي شنو حاجه زي شنو الموت ده الموت ناسيهم كان موت زيهم زي غيري بيشيلوك الرجال ولا بيشيلنك النساء انا لله وانا اليه راجعون بيشيلون الرجال نسوان ما يباروني ذاته يا راجل يا راجل نحن عملنا انا اجتمعت بنسوان الحله ده كلهن واحده فيهن قالت ليلى ما في قلنا نحن النسوان نعمل الصندوق بتاع العده عملنا صندوق العده قلنا يا جماعة في ناس مساكين زمان اللكل ده بيجيبوا له طباخة يا جماعة اللكل ده بيجيبوا له طباخ بيسوون النسوان يا ناس اللكل ده كان سوينا نحن في بيت المناسبة النسوان ما بنوفر لناس المناسبة دي الحاجة يا جماعة ها ما مساعدة ها ليش يعني يجيبوا طب في ناس ما مقتدرين يجيبوا طباخ القادر ده اللي يجيب الطباخ لكن في ناس ما قادرين اسمع يا بنت الناس انا حريمين الثلاثة منعتهم جمعيتكم دي وحالف طلاق هتدخل الجمعية دي تاني ما تجيني في البيت واحد اثنين انا حصلت لي حاجة عرش للأولاد اللي هناي بأجر بقروشي بأجر الطباخ بأجره الصيوان بأجره البدوك والصيوان بأجره بقروشي ما دار جمعيتكم دي ولا دار أموركم بتاعت الثلاث ورقات دي قال جمعية قال نعمل جمعية قال نعمل عدة عدة شنو يا أخي اسمع يا أخوي انت راقد في قروشك لكن العز ما بدوم العز بدوم يا ناس العز بدوم ممكن تحصل لك حاجة طمرت في روحك دي قروشك دي كلها تروح بتحتاج للناس ولا ما بتحتاج للناس انت بتعرف الناس ديل أي. انا اسعب ازعلوا سؤال بحيرون أها. اها الناس كن بتاعني الجمعية ديل كان ضربوها سووا شنو ما بيضربوها هذا ما يجيلو هذا ما يجيلو بالقطن انت 20 من 30 من 50 من 70 من 80 دارين نجيب صوان دارين نجيب كراسي دارين نجيب جكوكة دارين نجيب بنابر دارين نجيب افرضي لحسوها انتوا تقبل وين لا ما بنحسوها نحن الناس اللي خطيناهم ديل ناس صغة واصغين فيه الصغة تماما ما بسووها بعدين تعال نزلك يا اخوي كان حصلت اي حاجة في الحلة لا تشيل صينيتك تمرق مع الرجال في بكا الاكل اللي بتدفك فيه ده بالله العظيم بالله العظيم يا مداك مشينا حتى سيم البامبونا بيت البكا ما بنعرفه بس بارينا الصواني وصلنا بيت البكا ده الكرم وده الناس انت وين من ده انت وين ده كله خوم وجمعيتكم دي خوم كيفين خوم ثاني هتزوركم الابراص بشعر ده بصعب خلاص لا 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 طبعا هتخشبه قال 50 جنيه 50 جنيه لشنو قال لا شنو المقدم مقدم شنو يا اخي ده استهبال دي امور بتاع ثلاث ورقات انا بعرفها كويس والله العظيم الخمسين جنيه دي بيسوي حاجه الخمسين جنيه دي مره واحده في الشهر يا ناس بيسوي حاجه لكن ما بتسيب فرقه لناس في المرض الفجاه يا جماعه والموت اللي بيجي فجاه انت للعرس ده بتتحضر وبتتجهز لكن الموت ده بتتحضر له وبتتجهز له شوفي يا عمري انت تمشي للنسوان تعملي جمعيه تعملي بتاع نسوان ثلاثه ما تصليون انا كلمتك تصليون انت هم بوديكم في 60 داهيه واضح ولا ما واضح؟ ما واضح ما واضح انت جاي روحك بتخوفني؟
انت جاي روحك بتخوفني تحملي عيونك تخوف نسوانك، لكن انا ما بتخوفني. حيملي في الحله انت، حيملي في الحله الجمعيه، الجمعيه انت ذاتك تكوني معاهم. انا كمعاهم رب العالمين ده بيعرفني، انا واقفه واقفه صح، انا واقفه واقفه نسوان صح ونسوان الحله كلها. واقول لك حاجه، انت بيخلق ده وبيل حاصل عليك ده، كان حصلت لك حاجه نحن بندخل عليك، ندخل عليك نحن بندخل عليك. ما لاحظين؟ لا لاحظين ندخل ازاي؟ انا كلمتك نسواني دين ما يجيون، لم نسوان الحله اعمل جمعيه اعمل طيارات ما تجي على نسواني دين. الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ يا محمد، محمد محمد وينه؟ وابراهيم وينه؟ هاي ها سامي، عملت الحاجات اللي قلت عليك كلها؟ النسوان كلهم كتبتيهم؟ الا النسوان الثلاثه، نسوان عبد الحكيم الثلاثه ابن. هم دم كان جلس له؟ ها؟ دم اصلا اي حاجه، اي حاجه واقف لنا فيها. انت عارف قال شنو؟ هاي قال الزول بشعر ده؟ بلغف القروش. لغف القروش؟ هاي ما بطل حسنات بالنسبه لي برضو. شفت حسنات. اي زول ده يتكلم خليه يتكلم، ما في اي مشكله. المهم مشروعنا ده احنا يقوم يقوم. شوفي العمل العام ده الزول اللي بيصدر العمل العام ده اصلا الناس بتقول فيه وما بيسلم، كان زول ماز عديل اصلا ما بيسلم، لازم يقول وقال ولخف وسوى. والعجب كان شافوه بنى بيت ولا جاته قريشات ولا حاجه يقولوا ها ها شال القروش بتاعت الجمعيه من حسابات. يا اخي ارجوك رجاء اسمعني، خليني في حالك. شنو يا اخي؟ انت رفضت يا اخي، ما تحرض لنا الناس يا اخي، ما تحرض الناس، ما تحرض الناس. بيجي بس عني بوري الحقيقه، اوري الحقيقه يا تحريم. بقول له انت ما داري تدفع، انت حر. انا ولا بدفع ولا بشترك ولا نسوان يدخلوا. انا لاقتني سامي الصباح سمعتها فارغ. هذه سامي يا اخي شفتها سمعتها فارغ، قلت لها واضح ولا ما واضح؟ ما واضح. شفتها كيف يا اخي؟ نعم. يا اخي قلنا لك واضح. واضح قلنا لك واضح. ايوه ابعد من الناس يا اخي، انت حسي اتهمتنا، تعال اخش معانا في اللجنه ونحاسبك على المليم، واي حاجه بنجيبها بنقول لك يا اخي نحن عملنا كذا 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 كذا. بالله ايوه 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 عشان اتورط بالله. ايوه يا اخي انت معايا انا ومحمد ده ما بتتورط، ما بتتورطوا. بنجيب الناس كلها يا اخي، بنوريهم حساباتنا بالدقه بالجنيه بالتعريفه يا اخي. انت عندك دليل تتهمنا يا اخي؟ تتكلم في الناس ما حرام عليك يا اخي؟ انا قال رب العالمين يا اخي، عندك دليل؟ انت عندك اثبات؟ قال لي زول اسمه محمد ابراز ده قالوا ده ما في الاطار قروش الجمعيه دي. انا قالوا لي كده، قالوا لك كده؟ قالوا لي قال لك قول لي فلان عشان امشي اجيبه قدام القصه. قول لي فلان وين انا مشيت النادي امبارح. خلاص قالوا حاجات الجمعيه دي هنا، وانت كل يوم تغش لك حاجه وتمشي زي شنو؟ انا ما عارف حاجه. اي قال لك كده ابنه ابراهيم؟ اي قال لك الكلام ده؟ خلاص الكلام ده تقوله هناك في القسم. اي الكلام ده تقوله هناك في القسم. اذا ما قدرت اثبته انا بفتح فيك بلاغ رد شرف. بس اصله ما اثبت لك الكلام ده. اي قالوا لك منه؟ انه نحن بنشيل الحاجات وبنبيعها. انتوا حاجاتكم خاطرنا في النادي؟ نحن خاتلنا الحاجات في النادي. جميل جدا. قاعدين نمشي النادي؟ قاعدين نمشي النادي. وتقعدوا لحد نص الليل؟ وقاعدين نقعد لحد نص الليل ونعمل الاجتماعات كلها. وبشيلوا شنو تمرقوا؟ ها؟ ها؟ انا ما قلت لك الزول ده نفتح بلاغ، بس يمشي يقول كلامه ده هناك، يجيب لنا الدليل. اسمعني؟ بس. نعم. حسي عليك الله، انا كان خنقتك. والله ده موضوع يخصك. ده موضوع يخصك. خنقني بخنقك. انا عندي يدين برضو. لا لا احنا الاثنين. مالك عقليتك. احنا الاثنين. مالك عقليتك يا اخي. انت عقليتك يا اخي، انت اي حاجه واقف قدامها يا اخي. اي حاجه واقف قدامها يا اخي. تتهم الناس بالباطل يا اخي وتحرش الناس. تحرش الناس. اثبتوا لي جمعيتكم دي صحيحه. تحرش الناس. اقول لك الناس يا اخي. تحرش الناس. اقع علينا. هسي يا اخي ماشي هناك. ما احنا ما جمعيه. اقع 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 النوع ده كان ما مرض وقع وربنا ابتلاه، ما بيعرف الله واحد، عشان كده ما حيرجع لنا كله، لكن خلي الزمن بيوريه انساه. خلينا نتكلم في الناس. الراجل ده خلوه، انا ماشي للنسوان. النسوان هسي قال لي الساعه 12 نحن كلنا جبنا مساهمات، جابت لها صحن، جابت لها كوره، جابت لها حله. عندنا جمعيه ماشيه لما العده ولما القروش. ديل النسوان. هي النسوان. هي ديل النسوان. ساميه أغشي معاك حريمي ثلاثة كلمين خلينا نجي للجمعية. أيوة كده. أيوة كده. أيوة.
كثير يا اخي. ايوه كده ما تركز المكنجر يا معقول يا اخي. معلش عفيت 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 اهو هذول اخواننا ناس الجمعيه اليوم ناس الجمعيه اليوم مرحبا حبابكم لي اهم اهم هذول دي كلهم ناس الجمعيه دي جمعيه اها رتبتوا الامور كلها تمام تمام الله يبارك فيكم الناس الخير ده الخير ده الناس كلها بتجي ناس هاي مرحبا حبابكم اها هذا عمنا 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 محمد احمد من برا 10 مليون عمنا محمد يا احمد من برا 10 مليون اهو ها محمد عبد الرحيم الغالي من برا 10 مليون منو محمد موسى التوم من برع بكل جهوده زمنه. وكل زمنه للجمعية نفيسة بنت الطاهر نفيسة بنت الطاهر خمسة جيزان كبيرة تبرعت بيها أنا بيتي حق المرة الرابعة طلقتها أديته للجمعية يا مبروك 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 أيوة والله كتر خيرك والله كتر خيرك أنا دارك في الموضوع تعليق بالنسبة لكم أخواننا شكرا كتر خيركم كتر خيركم أنا دارك في الموضوع بارك الله فيكم دارك في الموضوع يلا خلاص دارك في الموضوع تعليق خلاص خلاص تعال تعليق شفتها دار أقول لك كلام شوف هذول نحن صارت لنا حاجه جديده والله بعد ما قلنا الجمعيه دي وهنا الجمعيه دي دارنا ندخل فيها حاجه هسه جاني زول والله شكى لي مظلوم ظلم شديد خلاص جنب المحاكم هناك جاني قال حلف لي قال لي والله العظيم نحن عندنا محكمه خشينا قالوا يجيبوا زول شاهد انا الزول ده داير منه حق قال لي لقينا واحد برا حلف بالكذب حلف بالكذب لا حول ولا قوه الا شهاده زور حلف بالكذب قدام القاضي وانا حقي راح انا اسوي شنو قال لي هسه انا اللي بعوضني منه قلت له تعال الجمعيه نحن بنعوضك ما في اي مشكله وحكى لي قصته كلها انت تعال صحيح في ناس قاعدين جنب المحكمه بس تناديهم كذا تعصر لهم قروش مش حلفوا بالكذب قاعدين قاعدين وحسب وكمان بيقول لك شنو الحليفه حسب القضيه يعني كان بيطلع لك منها مبلغ كبير وفي الحليفه داير مبلغ كبير يا زول والله ما يعني الكلام ده يعني والله الكلام ده الكلام ده انا قايله الحليفه هذا لكن عندها سعر عندها سعر ابراهيم ها والله الكلام ده انا قايله حكى ساي لا 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 ما حكى الكلام ده جاز شنو؟ حسب الشغل عليك النبي؟ يحلف بالكذب؟ كيف يحلف؟ مثلا كذب؟ ايوه مثلا انا علي محمد قلت له يا اخي البيت ده حقي بيته بيته ده حقي وجبتك انت شاهد اها تشهد تشهد بشهد بشوف تشوف البيت بيته ايوه شوفه غيب البيت ده سعره عالي انا بحلف بيك انا بعدها اتحمل مسؤوليه حركه اخوانا اتاكم في ناس قاعدين كده يا اخي اخوانا نازل ما يشوفوني شوفوا ظلم ظلم والله ما في شوف من الله وين هذا اللي بفوت من الله وين لكن خلنا ذا كلام شنو ذا دي ما مشكلة هسا والله دي مشكلة هذا نعمل له شنو بتقيف معانا مع الزول لا الزول الزول لا لا الزول الرشودة الرشودة حلف عليه بالزور ساي هو مظلوم جاء زول شهد عليه ودى قروش بيساهم معانا ولا بيساهم معانا بيساهم معاكم بس خلاص هذا المشكلة اخوانا تمام اخوانا الضحايا الضحايا دينا نبدا نقيف معانا اخوانا والله أي؟ مشاكل كثيره خلاص مشاكل كثيره كثيره هسه دي حلها كيف ده المفروض والله العظيم يمشلون في محله هناك الكشون كله يسوقون بالصوت اي أو... والله بالصوت شوف ده جلدون بالصوت تمسكوا كده الواحد ها ايوه صوت عمل مش هذا الزول صوت عمل اصلي اي تقوم تطلع كان جبتوا له هسه دي عكاظ مضبط ها عكاظ مضبط والله مضبط والله يستاهل عكاظ مضبط كده وين في الفكره تجيب لك جنايه اي وتمشي السلخانه تقول لها داير ضبه ايوه ضبه حق التور ايوه طنب الورق بتاعت العكوه العكوه جراب من العكوه ثلاثه انفار شيت شيت هاي الجراب الجراب ايوه خدتها بالعصايه فين فراسه أيوة. العصايه دي لو ضربتها العمود ده ثاني ما بتكتسي اضربوا بيها الزول ده انت ما شفت ذاك قال لك جيب الوكاز المضبب ده اها النكته دي كان لا لا والله والله هسه نحن نمشي نعمل لنا نشوف نحل الموضوع ده والله نكلم ناس الجمعيه نكلم ناس الجمعيه نقول لهم في ناس
بيحلفوا فزور قاعدين جنب المحكمه بس دي شغلتهم. تيجي تديهم قروش يمشوا طوال يحلفوا معك ما ولا بكون عارف القضيه شنو، ولا بكون عارف انت مالك ظلمت الزول ذاك ولا ما مظلوم، ولا بيكون عارف تفاصيل اي حاجه ولا ذا ولا ذا، بس يمشوا طوال يحلف. هذا يسوي له شنو زي ده؟ ما انا اشوف لهم طريقه الناس يعني الضحايا زي ديل ما بكونوا مظلومين يا اخي. نحن نقول ابو مروه يطلع لنا زول عكس ابو مروه. ايوه هذا نوديه وين؟ هذا والله دي مشكله، دي والله دي مشكله، دي بيحلها من دي. نحن نقوم نحل نلم الناس مشكله زولنا هاي المسكين هاي اللي حلفوا عليه بالبهتان ده هاي كويس هاي، وديلك نخليه لله نخليه لله، لكن نلم الناس نلم الناس ها نلم الناس ونقول لهم الكلام ده غلط ونمشي نلف المحاكم. انت عارف الحلف ده هاي كان قبطته هاي، وقلت له انت بتحلف هناي ثاني بيحلف لك ثاني والله والله ده معنى بقول لك احلف لك قسم انا ما قاعد احلف، ما لازم يتعود يبقى يحلف ساعه ثاني يعني ده ما بتقدر تقبضه. هاي لكن اخوانا ده كلام ده الناس وصلت وصلت الدرجه دي، يمكن يجيب ذول زي ذات يحلف زي، ممكن يجيب هاي بيعرف ناسه. لا ولا يقول لك والله المساله دي رزق تستلزم يعني اكل عيش هاي تستلزم بالحليفه اكل عيش بالحليفه عليك الله ده كلام ده لا حول ولا قوه. اخوانا هذا تراكم شنو في الكلام ده؟ ليش يسوي لنا شنو ده؟ يعاقبوه كيف؟ يسوي لنا شنو؟ المسكين ها؟ المسكين لا بس نحن نعمل الجمعيه، الجمعيه دي بتشمل الناس الضحايا دي بس انا بفهم كده. دي رساله بسطت ونحن بجد يعني كلنا اللي مع ضدنا في 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 ضد الناس اللي بيحلبوا زور، واصلا اللي بيحلبوا زور ده مهزوز في ايمانه بصراحه وامانه. لماذا؟ لانه بجد اي زول بجد له مربى صح وماكل الحلف صح اللي ما كان حلف في المسكين ده انه نفذ فهمه ضده، ونفس الزول اللي اصلا جابوه يعني يحلف زور ده انتم ما بتكونوا عارفين اصلا ساكن في سكن وين، اتحروا عنه بعدك افتحوه بلاغ وعملوا منشور عنه في المحاكم، بعدك المحاكم ده اصلا على فكره ما اي زول بيحلف كده خلاص. في برضه لجنه يعني تتبع للقضاء دي لاي زول مظلوم تعبان ما عنده حق حق الادعاء بتاعت المحامه، هي مكفلة انه تطلع له يعني محامي يدافع عنه بصراحة أمانة، بس الناس تعرف حقها وين. بعد ذاك برضه في استئناف يعني يستأنف في ظل الاستئناف يلم معلومات حول الزول اللي اصلا جاء يعني شاهد الزور ده بصراحة أمانة، لانه على فكرة الناس ما سعي ممكن والله يجيب لك تاريخه من اول ما ولدوه بصراحة أمانة. عشان كده انا بتمنى من الله يعني والناس انه توعى على حقها وين، بمجرد ما انت بجد في ناس في احنا لا ننكر في ناس بجد يعني ناس امرهم صعب بياكل حق الناس سهل جدا بالنزول بيقول لهم زي شراب المويه، نفس الفهم نكون ضدهم بمفهومنا وبعلاقاتنا، نكتفي الناس اللي بجد عندهم رؤيه عندهم فهم بعد ذلك نستشير يعني. في ناس ممكن يعني زي ما قلت جبيل الزول اصلا ساكن ده بكون ناس عارفين يعني زول بجد بيحلف زور يتحرى عنه بعد ذلك يفتح فوق بلاغ طوالي في نفس اللحظه يعني المحكمه تفتح فوق بلاغ بعد ذلك بيعرف انه في زول ده كده. الحكايه دي عندنا في الريف كثيره شديد منتشره، في الريف عندنا الحليفه بالزور دي شديده، وبعدين ناس زي ما قال الاخ يعني بيأجروا ناس عديل بيحلفوا عندنا في الريف، ونسأل الله إنه يكفي شر الناس المرضى دي مرضى، أنا بقول مرضى. ربنا قال حق اللي بياكل حق الناس كعب، يعني يوم القيامة بياكلوا نار. شوفوا يا جماعة النار وقعت في 7 بحار حتى جات شنو نار الدنيا. يوم القيامة أي زول أكل لقمة حق الزول يوم الغياب ياكلها شنو؟ قدر الاكله نار، والظلم شنو؟ ظلمات يوم الغيام. بالنسبه لمساله الجمعيات يعني المعاونه مطلوبه والتكافل مطلوب، يعني الناس حتى ما ترجع جمعيه يعني، الزول ممكن يتحسس جاره يشوفه مثلا ضعيف، محتاج اولاده يعلمون، وهو عنده الامكانيه انه يساعد يعني، ما يساهم يعني، ما شرط الا جمعيه كده، لكن الجمعيه طبعا اذا توجدت ماشي مؤسس ومنظم ومرتب ومطلوب يعني. بالنسبه لشهاده الزور يعني هي والعياذ بالله يعني دي مهما انت تحاول تعالجها ما حتقدر، القاضي ذاته اذا حاول ما حيقدر، لانه عمر بن الخطاب لما زمان رسل رساله لغادي قال له شنو؟ قال المسلمون عدول، يعني مقبوله شهادتهم، المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد او مجربا عليه شهاده زور او ظنينا في ولاء او نسب، ديل الثلاثه ما بتتقبل شهادتهم، لكن باقي الناس انت ما حتقدر تعرفهم، ويبقى دي معناها حاجه نفسيه، حاجه داخل الزول. ويعني اذا الزول قدر انه يتجرأ انه يحلف ده بعد يرجع حسابه من الله، وما حتشملك انت المساله، انت براك عايل ليك وعايل لاولادك واولاد اولادك والضرر اللي بيلحقك، فانا بسال الله يعني انه ما تكون الحاجه دي موجوده، او اذا توجدت تكون بسيطه وتتعالج ان شاء الله.
شبكه.